طبعا التصاميم كثيرة، والحمد لله يعني في الآونة الأخيرة صارت عندنا مجموعة من النجاحات. يعني أنا أعتبر هذا نوع من الاجتهاد الشخصي، يعني دائما احنا نقول الشخص اللي يحب عمله ومتفاني بعمله ويحاول انه يقدم شيء جديد اكيد ممكن انه يوصل هذا الشيء، بما انه احنا مجال تصميم الازياء هو من المجالات تكاد ان تكون مغمورة بالعراق، صحيح. بسبب انه احنا يعني ما عندنا دور ازياء، نفتقر الى دور الازياء، نفتقر الى المعامل والمشاغل، وال يعني الناس اللي مهتمه ايضا حتى بمجال الازياء هم قليلين عندنا بالبلد، صحيح. فلذلك احنا نحاول من خلالي ومن خلال اي شخص عنده موهبه تصميم الازياء او شخص ممارس الى مهنه تصميم الازياء انه احنا نوصل الزي العراقي والهويه العراقيه الى العالم، يعني اعتبر اني ضروري احنا اليوم يكون عندنا هويه عراقية مميزة لأزيائنا. صحيح. فطبعا هذا كله يعتمد على انه احنا شلون نقدم هذا الشيء بطرق مختلفة، يعني انه احنا كيف نواكب الحضارة بالإضافة إلى انه نعطيها مسحة من الحداثة، لأن انا اعتبر اليوم ضروري جدا انه المصمم ما يعتمد فقط على الستايل التراثي او الهويه التراثيه او الفلكلوريه لبلده، صحيح. لازم انه احنا نواكب هذا التطور، والتطور اكيد من خلال المتابعه، من خلال انه احنا نغذي مخيلتنا بافكار جديده، بنشوف انه المصممين ان كان العرب وان كان العالميين شلون ده انه يعني يقدمون افكار جديده من ناحيه القصه واللون والخامه وغيرها من التفاصيل المستخدمه في مجال تصميم الأزياء، لكن ناخذه إلى صوب الهوية العراقية أو إلى صوب المجتمع العراقي، لأن دائما أني أقول المجتمع العراقي هو مختلف عن باقي المجتمعات. حبيت انه انت مسوي المزج بين الحضاره والكلاسي وبنفس الوقت الاشياء اللي تراعي جسم المراه اليوم العراقيه، لهالسبب انت تميزت بين المشاهير. نعم. وبنفس الوقت اعتمدوك هوايه ناس حتى عرب، مو نعم. بس مشاهير عراق، يعني صحيح. حتى المشاهير العرب. نعم. فمن التفاصيل اللي حلوه اللي اني جذبتني الى تصاميمك انه هي مزج الالوان عندك. صحيح. فشنو السر وراء مزج الألوان عندك، هذا الماتشنج الروح الحلوة؟ شوفي صابرين، احنا دائما نقول انه اليوم المصمم هو عبارة عن بصمة عن لمسة. تعرفين احنا اليوم خارج العراق نشهد انفتاح كبير بمجال تصاميم الازياء، دور ازياء كثيرة وتطرح دائما موضة مختلفة ومتنوعة، ان كان بالخامات وان كان بالقصات وان كان بالالوان. فاليوم انه صعب، احنا تعرفين لما شخص يريد يبرز ويريد يتميز لازم يكون عنده فد هوية معينة. صحيح. او فد لمسه معينه تتش تميزه معين بالضبط، تميز عن اقرانه من المصممين. سيف، انا كنت اتحدث وياك خلف الكواليس عن المشاهير اللي تعاملت وياهم، وحدثتني عن شمس بفستانها الاخير اللي شفناه بمهرجان بابل. صحيح. غنت بي الفستان جدا جميل وبسيط وبنفس الوقت مختلف عن الكولكشن مالتك، انا اعتبره يعني صح. بين الارتزنه والهاند ميد اللي انت دائما تدخلهم. صح. فاريد شويه تحكي لي شنو صار بهذا الفستان. فستان ايش بدك تقول لي قصة حلوة خلفه؟ طبعا الفستان اتفقنا اني وشمس انه لما صار الاختيار لها انه هي تكون في افتتاح مهرجان بابل الدولي، انه احنا نريد شيء، هي يعني حبت شيء انه بي يعني يكون بفد لمسه عراقيه، لان يعني هي كلش تحب البلدان والدول اللي عندها هيستوري، فقالت اريد شيء بروح عراقيه، لكن بنفس الوقت انه باللمسه المودرن يعني. فانه انا سويت الفستان من تو بيس، اوكي، اللي هو فكره الفستان الكامل، اوكي، وسوينا فكره الكيب، الكيب اللي هو كانوا يلبسوه الملكات في حضاره بابل. صحيح. فالكيب انه ارتئيت انه ارسم عليه فكره جنائن بابل المعلقه، وخليت انه فكره شمس تطلع انه ملكه من جنائن بابل المعلقه. حبيت، خلينا نروح ناخذ جوله. أكيد. نتعرف على الاشياء وبنفس الوقت نتعرف على الديزاينات الجديده مالتك ان شاء الله. أكيد. اوكي، فنروح ننتقل للورشه واشوفكم مجموعه ننتقل. من التفاصيل يلا. اوكي ان شاء الله. يلا. يا هلا سيف، يعني ثانك يو لانه جبتنا على الورشه، خلينا نشوف التفاصيل الحلوه اللي موجوده، وبنفس الوقت اكو اشياء انت احنا متفقين عليها. أكيد. الالوان وال أكيد. وال وال والديزاينات والرسم اللي تدخلها. أكيد. فشلون تستوحيها الفكره انه هسه هاي هواي تفاصيل هواي تفاصيل وهواي الوان؟ احنا مثل ما قلنا انه الفلكلور العراقي او الروحيه العراقيه اللي احنا نستوحي منها هي دائما مفعمه بالالوان والتفاصيل. تعرفين احنا حتى افكار الشناشيل
تعمل بها ألوان صحيح. الرقية العراقية والبيئة العراقية مميزة بالألوان. هاي هنا إحنا نتحدث عن الحقبة الواسطية. حلو. طبعاً تعرفين إحنا تاريخنا ما شاء الله زاخر بكثير تفاصيل. صحيح. إن كان بغداديات، إن كان تراثيات، إن كان أمور تتعلق بالحضارة، يعني عندنا هواية من التفاصيل. فاليوم إحنا يعني اليوم أنا كديزاينر لما أجي أستوحي أي فكرة أركز على 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 البيئة العراقية أو الهوية العراقية. وقلت لك وهاي اللي إحنا مثل ما حكينا إنه متميزة بألوان وتفاصيل كثير. فشوفين هنا كمية الألوان اللي موجودة أنا جدا أحبها، إنه تنطي روح، تنطي حياة مختلفة للقطعة. حتى صحيح. الخام اللي نشتغل عليها إذا شفتيها هو خامة اللينن. هذا اللينن هو أيضا يعني من الخامات اللي قليلة تستخدم. جزء أكو ناس تستخدمها بقميص. صحيح. وبنطلون. إحنا هذا المعتاد. جاكيت. بالضبط. صيفي. شيء صيفي. صحيح. أنا لما أجي أشتغلها بهيج روحيات، إنه ممكن تكون على هذه الفساتين اللي هي بها روح تراثية. طابع مختلف. طابع مختلف بالضبط. وتنطي فد قيمة للقطعة، إنه تنطيها نوع من القدم.